بيك عشق. مباراة كبيرة اليوم. والله الحمد لله عرفنا كيفاش نخرجوا منها، بدينا بخومي ميتون صعيبة، ما اون دوزيام ميتون عرفنا كيفاش ناخذوا اللعبة. عندنا ثلاثة بارتيات توا رابحين، وثلاثة بارتيات اللي كان أكثر من 10 بوان، يظل لي حاجة كبيرة برشا. لي شامبيون غابك الحمد لله والله، الخدمة هذيك الخدمة تجيب. الحمروني هدافة في كل مباراة. الحمد لله. شو نعمل الماركي؟ يعطيك صحة. يعيشك ميرسي. رجاء في فريق تي في. يعيشك ميرسي. أول مرة نشوفوا الكلوب صعبت عليه البارتي شوية في الميتون الأول. صحيح الميتون الأول أنا نشوف ممكن كان قلة التركيز، بدينا الماتش مركزين شوية، من بعد طاح التركيز كومبليتمون، خرج 11-11، تبقينا الفائدة في النتيجة النهائية، النتيجة النهائية شفتوا ديجا حسنا من الديفونس، لعبنا برشا كونتر أتاك اللي خلاهم الشوط الثاني ماركيو 4 بونت وكاو، دونك الحمد لله النتيجة في الأخر هي المهم، وبالطبيعة فما صارت أغلاط بروميير ميتون اللي حاولنا نصلحوهم دوزيام ميتون الحمد لله. اليوم مات بعد البارتية الثالثة، الفريق 3-3 ربح، والثلاثة بارتيات فازت بكار أكثر من 10 بوان. إي هذاك هو النيفو الحقيقي للكلوب أفريكان بور لو مومون، وإن شاء الله لميزي الخير. والفريق المغرب الغيكو عمناه ولا جاية من الديفيزيون 2 في عام بركة، ربحت المهدية، ربحت ريانا، ربحت الهلال، معناتها تبارك الله ربحت المسيطرين على كرة اليد التونسية قبل. هي احنا سنة هذاك الهدف نتاعنا اللي النادي الافريقي باش يرجع مجد كرة اليد النسائية، وهذاك بديناه الحمد لله بتتويج البطولة العربية، ومازالت البطولة احنا توا في المرحلة الأولى، وإن شاء الله أنا عندي برشا بعيدة على البطولة التونسية، نشوف اللي قاعدين نقدموا في مستوى طيب، وإن شاء الله من هنا لآخر العام تشوفوا برشا حاجات تفرحكم. إن شاء الله مستقبل كبير للكلوب والكيب ناسيونال سيرتو. إن شاء الله، عايشك ميرسي. أنت اسألني وأنا أقول. شنو رأيك في البارتي نتاع اليوم؟ والله هاكم شفتوا معناها المقابله من الاول الحمد لله معناها مشيت بالكدا، البنيات خدموا في الديفونس، اليوم بدينا بصغيراتنا معناها تبارك الله عليهم، صارت كويزيون كبيره في الديفونس وفي الاتاك، صبرنا على الكوره، الكل تحطوا في الفيلي الحمد لله يا ربي. كيف الدوزيام ميتون كنا يد واحده، خرجنا بنيات دخلوا بنيات اخرين الحمد لله. هي احنا شنو نحبوا معناها الكويزيون تصير بين الجروب الكل، والحمد لله يا ربي قاعده تصير بشويه وفما كوغ قاعده تطلع، خاطر سي با فاسيل باش تصير كويزيون بين ايكيب ولا في ليكيب ولا بين الجروب، مي الحمد لله يا ربي قاعده تصير واحده. كما قلت انا ديما نجدد عندنا معناها ليزيكسبيريمونتي في الجروب، وعندنا الصغيرات، والحمد لله يا ربي معناها صار الاندماج بيناتنا، والحمد لله ان شاء الله تشوفوا القادم افضل والقادم خير ان شاء الله. يعطيك الصحه. عايش ميرسي.